يلا عموما نروح لاخبار الفريق الاول اللي هيعود ان شاء الله للتدريبات بكره بعد ما حصل اللعيبه على راحه من التدريبات النهارده. موسيماني كان بيفضل انه يمنح اللعيبه راحه لمده 24 ساعه، وزي ما احنا عارفين انه خلاص الفريق بيستعد للمباريات اللي جايه هتكون امام ابو قير للاسمده في كاس مصر، وطبعا المباراه الاهم وهي نهائي الافريقي اللي احنا كلنا مستنيينها قدام الزمالك المقرر ليها يوم 27 الشهر، وان شاء الله تكون مباراه للتتويج باللقب التاسع، والكل داخل ان شاء الله القلعه الحمراء بيستعد على قدم وساق علشان يحقق هذا الانجاز التاريخي للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. التوفيق لفرقتنا ان شاء الله في النهائي.